اتنين واحد جو ايا. الله اسهل منك ما في برجر. يعني شفتي انا الصراحه ما لقيتش حاجه اخف من كده اجيبها لك دايركت على طول انك تطبخيها يعني. يا اختي الساعه دي كلها بس على خس واحد خبز وطماطم مش اي حاجه طبعا. تالت وسيله ممكن تكلمي ماما او خالته او تيتا تقول لها احكي لها عم بعمل برجر جاهز. احط لك ايه زيت؟ انت جايه بس مجهودك حضرتك. انا اتفضلي. ماشي حنان. باليز باليز باليز. انا عايزه اكل بس باليز. عايزه انت رح تدوقي البرجر؟ اكيد مع الشفايه هدوق البرجر. حطي اسمه ايه ده مايونيز فوقها. بس ايوه يا سلام عليكي يا سلام عليكي. تعرفي مش هنلعبش بلاستيك. ايه الطبخ الحلو ده؟ البرجر ما بنحط عليه من فوق الشغلات هي كلها.